السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في مطبخ أمينة شمس. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم غادي نصايب ايتيفور. وقبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناة باش يوصلكم اي جديد كنديرو مع امي. وخليكم مع المقادير، كما كتشوفوا هنايا عندي 3 الكيسان ديال الدقيق، وكاس ديال النشا، كاس ديال الزيت، غنجيب كاس ثاني راه الزيت، جوج بيضات كاس ديال سنيده، قريصه ديال الملح حسب الذوق، فانيلا، ونطرب باش نطرب الزيت. يلا بسم الله. هاي الزيت وسهيبة والبيض ديك المليحة والبانيه. خدمي جيبي الزيت، نبدا بالزيت هو الأول. كبي عندك الزيت، السكر، البيض، البانيه والملحة. دابا نبدا بالزيت هو الاول. السكر، ملح، ملح عاد معلقه صغيره الماء، قريصه ديال الملحه، شويه هكا معلقه صغيره ديال الفاني، لا البيض نخدم الطراب، جوج بيضات نجيبها في الارض صافي حطيت منيت نخدم الطراب. دابا غادي نطرب، دابا غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه وانا كنحرك. ديري هذاك، كبي 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 صافي. يلا خلطي بقا تخلطي مزيان حتى تخلط جري شويه.
خوي خوي الاخر تاعك كبي لا لا غير غير راني نخلط عليك عندك بالنص تما تنشوف شنو خاص نص خلق نص صافي حبسي كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش دابا غادي ندير هاد البوش هذا هو اللي غادي ندير فيه بيتي فور بحال هاديك لي صايبه بحال هادي مع الشوكولاط حتى مع الشوكولاط واش خاصك دابا في الاول تغمضيها الاول كنعمرها مزيان وعاد كنجري يدينا لتحت بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا دابا هي غادي ندخلها للفران دابا كما كتشوفوا هي بيتي فور ديالنا هي وجدات هذا هو الشكل ديالها ودابا هي باقي ليا غير نزوقها وخليكم مع بزواق شوفوا عندي هنايا الشوكولات هنايا الكونفيتور غادي نزوق بهم الكعك بيتي فور ديالنا عندي وحده فوق وحده نلصقهم الكونفيتور ياك تبان
على هكذا ونصبها بحال هكا. بحال هاد الشكل هذا تيسالي هذا ما يبقاش نخلصوا من الشكلاط اللي كيسيل قلنا ما غادي ندير له بحال هكذا. هذاك الكوك الكوك غادي ملون بنكهه البيستاج. غنخليه حتى تسالي هكا واخا. هذا هو الشكل النهائي ديال بيتي فور. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتابوناو في القناة باش يوصلكم اي جديد انا كنديرو مع امي. وبسلامه.